من الاخطاء التحكيميه هذا الموسم كانت صعبه جدا، وكانت في مباريات كثيره جدا، والكل يتذكر ما حدث مع وليد ازارو في مباراه الانتاج. يعني ده اشهر واقعه، يعني في طبعا اكتر من كده بكثير، ولكن دي اشهر واقعه واضحه. ولكن على الرغم من كل ده، مسانده النادي الاهلي للتحكيم المصري خلال المباريات الاخيره والمباريات الحاسمه الحقيقه كان له دور كبير جدا في ارتفاع الروح المعنويه الحقيقه لمعظم الحكام المصريين، لانه كانت معظم الانديه الحقيقه وكان في حملات ممنهجه على التحكيم خلال هذه الفتره. طبعا يعني بص، يعني اختلافي مع شخص ما بيبقاش اختلاف في شغله، في شخصه، بيبقى اختلاف في فعله او في كلامه. اوكي. وبرضو الحياه علمتني ان يمكن الحياه اللي بره الشغل ممكن تبقى فيها نوع اختلافاتك معاهم او مع اشخاص القريبين منك في بيتك، في اصحابك، في الناس في الدائره اللي حواليك، بتبقى وقتيه لحظيه. لكن في الشغل لازم انت اللي تحدد الاختلاف ده يبقى امتى. على فكره يعني ده مهم قوي. انت كنادي اهلي؟ انا بتكلم على شخصي، على كابتن سيد. بتكلم على شخصي طبعا يعني. تمام. لكن في الشغل ما ينفعش يبقى انت عندك كل لحظه في اختلاف. في الشغل انا بقول لك، بره الشغل ممكن بتعامل بطبيعتك، بتعامل بحريتك، في اسرتك، في بيتك، في اخواتك، في اصحابك، في مش عارف في الدايره اللي حواليك زي ما قلت لك يعني. لكن في الشغل انا مؤمن جدا ان انت لما يحصل اختلاف لازم انت اللي تحدده، تتحدد في الوقت ده ايه، والطريقه بتتعامله ازاي. أوكي. والتون بتاعه يبقى عامل ازاي. تمام. لان انت مسؤول عن حاجه كبيره، فما ينفعش يبقى تاخدك النرفزه او العصبيه او اللي حاجه فتلاقي نفسك بتخسر حاجات سواء كانت قريبه منك او حاجات مستقبليه. التحكيم يعني انا مش هتكلم عليه بشكل سلبي، لا. التحكيم المصري ممكن يبقى جيد جدا في خارج الاطار الدوري، ضغوطه بتبقى اقل على فكره خالص. بالظبط. على الحكام بيضغطوا بشكل اقل بكتير جدا، بيبقى فيه ارتياحيه بشكل رهيب قوي. لكن مواقف والعاب بتبقى قريبه جدا من بعضها، وتلاقي نفسك او هي بالظبط يعني، تلاقي نفسك بتاخد قرار، نفس الشخص او نفس الحكم بياخد قرار في مباراه تانية بشكل مختلف. ومع ذلك احنا عمرنا في حياتنا ما اعرفش، انا ما اتذكرش، ممكن يبقى في مره ولا مرتين، لكن انا بتكلم بشكل ما وعاش عليه يعني، ان انت لا قدر الله في حاجه مع حكم دمرت فيها مستقبله مثلا، ولا يعني عملت فيه حاجه لا قدر الله مش لطيفه او مش ظريفه يعني. بمجرد ما بينتهي المباراه بتاخد الحاجات القانونيه لو الامر يستدعي لده. تمام. وبعد كده بتنسى وبتكمل في طريقك يعني. الامور التحكيميه اتمنى انها تبقى كويسه. المنافسه السنه الجايه تبقى اصعب على حسب ما هم بيقولوا، تقنيه الفار وكده هتبقى بالنسبه لنا احسن كتير جدا 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 بالنسبه لنا ان شاء الله الرحمن يعني. فاتمنى انها تتطبق بس ما يبقاش كلام وخلاص يعني، لانها هتساعد بشكل كبير قوي، واعتقد ان الامر بالنسبه لنا هيبقى ايجابي جدا يعني. لو النادي الاهلي فضل دايس في هذا الموضوع اعتقد يجب ان تطبق العداله اللي بيطلب بيها لكل الانديه، لكل واحنا الانديه اصل مش هنطبق في ماتش الاهلي بس. طبعا لكل الناس. اولا انت بتضيع يعني، انا مش عارف متعه كره القدم اللي يطلع يقول لك ايه الاخطاء التحكيميه متعه في كره القدم او من متع كره القدم، انا مش شايف كده خالص. ده ظلم في كره القدم. بس هي جزء من كره القدم، جزء وانت لعيب، لكن مش متعه خالص. لا مش متعه، لكن انت وانت لعيب اتظلمت اكيد. ماشي، ما جزء من كره القدم ان انت بس تلبس فانيلا وشورت وشوز بس. فده جزء من كره القدم. لكن متعه ان انا اتضر مثلا في بطوله او اتضر في مباراه. وبعدين يا اسلام احنا لعبنا كوره، فاللاعب كوره عارف كويس قوي ان المباراه لما تتفتح في الاول بجول صحيح 100% او بنالتي صحيح 100% غير لما تتوتر. تمام. عصبيا ونفسيا لحد الدقيقه 80 والدقيقه 90 وهكذا عشان خطا انت ما حسبتوش او ما خدتش بالك منه يعني. تمام. فانا مش شايف ان اخطاء التحكيم دي متعه في كره القدم، انا مش شايف كده، انا شايف انها ظلم في كره القدم. يعني دي حاجه طبعا واحنا قاعدين بنتفرج كده، حاجه كده من الحاجات الممتعه حاجه كده بتتكلم عنها بتنقنق. لا دي اصل دي قال له انا عايز انقنق بس. لا الكره دي بالنسبه للاهلاويه تحديدا كمان يا جماعه، مش الاهلاويه بس، لكل مصر الحقيقه، اي حد منصف يعني هيلاقي ان الكره دي واضحه يعني وضوح، يعني لو مش واضحه للحكم واضحه للحكم المساعد الخامس. طبعا مش واضحه للحكم المساعد الخامس محمد ابو خاطر. واضحه للايم يعني، اكيد واضحه لحد في الثلاثه اللي حوالين الكوره. ما الحاجات دي يا كابتن اسلام مش بتبقى انت بتتكلمش علشان مثلا يعني مش باينه، مش واضحه، مش
مش ظاهره، انت بتتكلم على حاجات اوضح من عين الشمس. ما هو ده اوضح من عين الشمس بالظبط كده. طيب خلال برضو الفتره اللي فاتت النادي الاهلي بيتعرض لحملات تشويه